وجه وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بمواصلة الجهود لتأمين كافة المنشآت الحيوية والمنافذ الحدودية، مشددا خلال لقائه عددا من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية لمتابعة خطط الوزارة لشهر رمضان المعظم. شدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى المنشآت المحيطة بها والتعامل الفوري مع أي اعتداءات قد تتعرض لها. كما وجه وزير الداخلية بالاستمرار في تنفيذ الخطط الأمنية وكذلك الخطط المعتمدة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور الرئيسة التي تستهدف إزالة كافة المعوقات، مؤكدا ضرورة مواجهة المشكلات المرورية بشكل حاسم تخفيفا لمعاناة المواطنين.